صديقي صباح النور. صباحين. صباح أيمن. صباح. لاباس؟ الحمد لله. هاي سيدي بنسيدك اليوم خونا أيمن عمل لي بركاج مرة أخرى اشتلعني معاه لتونس. المرة هذه ماش نمشيو الحلقة الوقت نمشيو ال. بلاصة أخرى. بلاصة أخرى اللي هي يقولوا لها قلب شو اسمه قلب الكابون. قلب الوطن القبلي. قلب الأسد. قلب لا 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 والله سيريزمو قلب الوطن القبلي. بلاد ياسر مزيانة نحبها ياسر يعني. وذكرني بالوالد الله يرحمه خاصة في بلاصة معينة اللي هو أخونا شكون وش نمشيو له؟ سيتي جاني. سيتي جاني نمشيو نعملوا طمخميخة الغادي. يلا تبعونا وكي العادة اش نعيشوكم أجواء الطريق وتشوفوا شوية مناظر. تحب المناظر عاد أنت؟ يلا يا شباب من غير ما نوصيكم اش تعملوا أبوني في الشام تاعنا كي العادة. بارتاجيو الحلقة كان عجبتكم. يلا يا شباب. ومثالش نكثروا شوية من الفكاهة على خاطر الفكاهة تفرد شوية على القلب. اش قال خويا؟ يلا يلا يا شباب هي أغنية ترغب عليها ما. من غير ما تستعملها في فيديوهاتك. يضربونا كوبي رايت. يلا 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 يا شباب. هسيلو. إن شاء الله تعجبكم الحلقة. ونقصدوا ربي من بعضنا الناس الكل. وبزوات الناس الكل. السلام عليكم. اي سيدي احنا تو في قلب مدينة غرومباليا. وي وهذا هو هذا الرومبوان تاع العنبة. معناتها مدينة غرومباليا هي فيها معاصر العنب. العنب فيها الفلاحة فيها فيها برشا حاجات معروفين. وديجا معناها من اكبر المناطق الصناعية في تونس موجودة زادة في مدينة غرومباليا. مدينة غرومباليا يظهر لي تأسست عام 1921 حسب ال حسب ما هو منقوش على الصنبة هذه على العنبة. ورستورون تاع عمك تيجاني. عم تيجاني ما بين أشهر الحاجات المشهورين في غرومباليا هو سي تيجاني رستورون تاعو. الناس يعني معروف من قبل لوتوروت ومن قبل من وقت بورقيبة. هذا هو مطعم الأحباب. هذا يا سيدي أني ذكرني بالطفولة متاعي. كان بابا الله يرحمه كي يجي طالع لتونس الكل هذاش نتعداو له شويه اخرى احنا خاطر مازلنا في اول المشوار نتاعنا. وابتدى 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 هذا هو سي مطعم الاحباب سي عمك التيجاني. أيمن احنا وين تو؟ احنا في عيلة برنو بحضة غرومباليا عيلة برنو. هذه دار حنا بعلة. هذه دار اخته. دار اخته كانت لهنا هي طيب له كسكسي بالبسباس. صحيح. سيلو بلاصه ماهيش نورمال عين برنق هذيا تبعد على غرومباليا تقريبا 6 كيلومتر والدخله هذه ان شاء الله ما نتهردوش في الفطور برا عند عمك تيجاني. هذه هي البلاصه مغامره حلوه. عسكري كبير اسمه قرعيس انواريوس. قرعيس انواريوس اليو... روماني عظيم كان. يحكيوا عليه قالوا بسبوع عمر كان يحارب معنا.
هذا يا سيدي براج المصري معناه ذا ايجيبشن براج. ذا ايجيبشن براج هذايا بحذا قرنبيليا بحذا عينة برنق. ومنين جينا احنا؟ احنا جينا تو من عينة برنق، كنا نعملوا في نصوروا في الاثار وكل شيء. حسيلو ثنية ما نحكي لكمش على تشوفوا شويه منها هكا في الحلقه نتاعنا. سير سرتان تهردنا في الفطور من عند عمك التيجاني. الحلقه ولا الحلقه؟ صور لك الغرنوق هيت 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 هيت. هذا يا سيدي سي البراش كلاس عالمية أيما نجم تحكي لنا على الشجرة هذه شنية؟ لاكتوس. أوكي حيدي برك محلاك تونس حلاك تونس لا برشا فكها غير مرغوفة. وذاك شنو القدام بكل هكا؟ هذاك واحد فاخر في ميزون دوت لكن البلطي عمل فيه الكليبس نتاعو. تحية البلطي. تحية البلطي كانوا يسمع فينا. مستحيل يسمعنا. ما شاء الله عليه جونا باهي فهمني. تحية ليه حبوا على خاطر. هاي سيدي تو العملية باش تكون كالآتي. على الأغلب الدخلة نتاعنا العين شو اسمها؟ برنق. العين برنق وجينا البراج المصري قرمه ما ماناش دخلت عليه سي عمك التيجاني. كان ما خلطناش عليه وكل نعملوا الجزء الثاني نتاع الحلقة. وكم شيختو بالمناظر الطبيعية فهمتني؟ سينو كان خلطنا تو نصوروا وكاو ونتبعونا من الآخر وكاو. عطانا تو عطانا لوبيا اونطري هذه مرقة خضرة هذه سلطة مرقة لفتة هذيك شنو كمندين تبع عنده؟ مرسك مصلي بقري مصلي بقري ها؟ ان شاء الله مريكا باهي نجربوا يجي المصلي بقري ونشوفوا الاجواء شنية بالضبط. ايمون وي رايك بصراحه في الحم؟ ها رايك في الحم يتهبرش؟ يتهبرش هذا سي الكلام تاعنا تاعي مش تاعك تاعيني هو تاعيني هو لهنا باهي خلاص نضرب لكم اني نعملوا ديجوستاسيون تاع الحم ونعطيكم رايك كي العاده بكل صراحه. هذا على فكره راهو سي تيجاني في قرنباليا معروف برشا سنين ربي يخدم ذكرني بذكريات الطفوله نفس الحكايه معناها ديما يطيب بالكركم الماكله نتاعو الصفراء اما بنينه برشا انا لحمه ما شاء الله تنقول لكم بعد عن الكريم تاعها قداش وكي العاده لازمك تكون متوحش ناخذ قرعه تي في بسم الله طيب زبده ونجم نوصفه لكم في حاجه برك كان يا حبيبي يا حبيبي اوكي امورنا واضحه نعطيهم الصحه جدوا فرحوا بينا جابوا لنا مكرونه وعاودوا لنا الصحيح الاخر قرعه تي في كملوا الوجبه نتاعنا ونعملوا الريفيو من بعد انا وصديقي ايمن وكان حب مول المطعم نحكيو معاه شويه تو نعملوا معاه حوار صغير وبارك الله فيهم الناس الكل برجولية بنين بنين راهو موش عادي والله موش عادي برجع ولا ما نعرف عني هذه نبوسها نبوسها ولا ناكلها عالمي طبعا نخلي لكم اليوم تاع جوجل ماب كي العادة اللي ما يعرفش الادرس تاع المطعم ولو انه معروف برشا وعلى فكرة راهو ياكلوا فيه برشا هلالية راهو المطعم هذا نخلي لكم اليوم تاع جوجل ماب قصر هلالية خلي لكم اليوم تاع جوجل ماب واللي يحب يجي يجرب صراحه عسل. خويا مروان
سيدي نحب نقول لك اخويا يعطيك الصحه على المبنى بينا حاجه تعمل 66 كيف رجعت بالذكريات تقريبا اقل شيء 25 30 عام التالي كنت نجي انا والوالد الله يرحمه المطعم هذا الذكريات اللي عندي انه قبل الماكله طيبوا فيها زعره بالكركم صدقني كيما هي تو بنا وفيحة صدقني معناها يعطيكم الصحة هذا ورث على جدود الجدود والله هذا فهمتني جدي وبابا وبعد أنا فهمتني وصلنا كاع على الأولاد وستي جاني مازال يعيش مازال موجود ربي يطول في عمره أخويا وسلم عليه برشا وقل له يعطيك الصحة على الحاجات الميزانة اللي قاعدين تقدموا فيها للعباد إن شاء الله ديما ما حسن إلى أحسن إن شاء الله للمعلومات كما نقولوا إحنا البلا اللي خديناه إحنا نتاع محمد البقري قداش سوم 25 دينار 25 دينار بالنسبة للحمة بومبا توميك اللي خديناها إحنا هذيك توكل أقل شيء زوز من الناس صدقني معناها فيه رزق ونادم ويعطيكم الصحة ونشجعكم ومن حسن إلى أحسن سيدي بارك الله فيك غير مزية عندنا علوش أقول إن شاء الله مرة زين نعطيك لحمة علوش حاجة بيه وذا سي الفقعاس هذا موسى أنت الرسمي في الصلاة ربي كنا عام حلنا ممكن انا بابا من عام 43 معناتها من قبل عام 43 جدي كان فيه فهمتني بعد بابا خلي عليه الاولاد فهمتني والوالد مازال عايش فهمتني وانا تو نكملوا في الخير ان شاء الله الحمد لله عايش الله يرحمه انا ديما نبدا من الكوزينه كنت الاكثر انا كي ما يجيش هو انا نخرج انا برا مرحبا بكم يا اخوان سلام عليكم طيب ومرحبا بكم يا سيدي الله يبارك ايمن وي صراحة يعطيك الصحة على صراحة راحة الصراحة راحة أخويا ماكلة بنينة خذينا كلمة مع عند الراجل ديجا ترى عليك سيس نزك البلايس خايبين ولا فهمتكش يا ودي والله العظيم أخويا أنت المساند الرسمي وبرا هوم ستريت فود ما عادش باش يسلم فيك وبرا زيد وقرعة تي في زاد باهي من 25 دينار ممكن برشا منكم شي يقولوا لا وكيفاش وغالية لا لكن اللحمة أكل 25 ألف هذيك معناها لحمة أقل شيء بالحق سيريزمون توكل زوز من الناس وحاجة أخرى لبلا المقارونة واللوبيا والمرقة الخضرة والحاسيل معناها ذوكم من كوليكايا جراتويت مو كوليكايا اي كوليكايا أكثر حاجة مركز عليها الكوليكايا والوحدة نتاع جو هذيك بو إترا جو دورانج فريرة على فكرة 3000 ونص مطعم ينجح على الأخر جو دورانج تاع برتقانة والله العظيم غير مجاملة معناها صدقني سيرفيس ساعة طيارة رابيد طف 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 تلقى روحك ديجا سيرفي على البلاصة ونشجعوهم ونقولوهم يعطيكم الصحة ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله هو مقدم في الدومين مقدم معناها يحكي الراجل بكري يحكي من الأربعينات تقريبا المطعم يخدم قال بوه مولود عام 41 يظهر لي ولا 43 جا جده يخدم في المطعم هذاك معناها قديم على الأخر فاهمين فاش قاعدين يعملوا وهيك علاش محافظين على الحرفه نتاعهم وفي اخر الحلقه ما غير ما نوصيكم كالعاده ولا وذني وسيبني عاد وفي اخر الحلقه ما كالعاده فهمت لا وفي اخر الحلقه ما غير ما نوصيكم باش تعملوا ابوني في شانتانا بروم ستريت فود تحطوا كجوم وكلوا عجيبه وتبارتاجيو الحلقه ورانا نحبوكم برشا والسلام عليكم اصبر تفعيل الجرس وكيف تفعلوا الجرس هكا هو بيس السلام عليكم.